أتم حجاج بيت الله الحرام مع غروب شمس هذا اليوم وقفة عرفات الركن الأعظم في الحج، وبدأ الحجاج بالنفور إلى مزدلفة للمبيت فيها حتى إشراقة شمس عيد الأضحى المبارك، حيث تبدأ أعمال يوم العيد السعيد أعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير والبركات. نفر حجاج بيت الله الحرام من عرفات إلى مزدلفة مع غروب شمس اليوم بعد أن أتموا شعيرة الوقوف في عرفة راجين من ربهم غفران ذنوبهم ليخرجوا منها كيوم ولدتهم أمهاتهم. ويبيت الحجاج ليلتهم هذه في مزدلفة للوقوف فيها فجر الغد لتبدأ بعد شروق الشمس أعمال يوم عيد الأضحى المبارك. هذا وقد نشرت السلطات السعودية حوالي 100,000 من رجال الشرطة من أجل ضمان الأمن، فيما حذرت من أي تحركات أو تظاهرات من قبل الحجاج، كما وضعت السعودية 20,000 حافلة بالإضافة لقطار المشاعر، وذلك لنقل الحجاج بين مكة ومنى. يشار إلى أن السعودية قلصت أعداد الحجاج ليصل العدد إلى أقل من 1.5 مليون حاج هذا العام حسب إحصاءات وزارة الداخلية السعودية، وهو ما يقارب نصف عدد حجاج بيت الله في العام الماضي، حيث أعلنت الوزارة عن تقليصها لنسبة الحجاج من خارج السعودية هذا العام بنسبة 20% والداخل 50% بسبب ما أعلنته من مخاوف من فيروس كورونا وأعمال التوسعة الضخمة التي تشهدها ساحة الحرم الشريف، كما جاء في بيان وزارة الداخلية. في التاسع من ذي الحجة من كل عام تغير الكعبة المشرفة كسوتها لاستقبال زوار بيت الله الحرام القادمين من كل أنحاء الدنيا ليؤدوا مناسك الركن الخامس من أركان الإسلام. اتجهت أنظار المسلمين عقب صلاة الفجر إلى بيت الله الحرام في مكة المكرمة لمشاهدة تغيير كسوة الكعبة المشرفة على يد 86 شخصا من العمالة والفنيين والصناع بتكلفة حوالي 22 مليون ريال سعودي، ويبلغ مسطح ثوب الكسوة 658 مترا مربعا، ويستهلك 670 كيلوغراما من الحرير الطبيعي الذي يستورد من إيطاليا وسويسرا، ثم يتم غسله أكثر من مرة حتى يتم التخلص من المادة الشمعية التي به، ليتم صباغته ويحول إلى ماكينات على خطين، أحدهما سادة والآخر منقوش، حيث يتم استخدام الخط السادة لتصنيع الحزام المحيط الذي يكتب عليه الآيات المذهبات، أما الخط المنقوش فيتم استخدامه للستارة الخارجية للكعبة. وكسوة الكعبة منقوش عليها عدة عبارات تشمل لا إله إلا الله، محمد رسول الله، الله جل جلاله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، يا حنان يا منان، كما يوجد تحت الحزام على الأركان سورة الإخلاص مكتوبة داخل دائرة محاطة بشكل مربع من الزخارف الإسلامية، ويبلغ ارتفاع الثوب 14 مترا، ويوجد في الثلث الأعلى من هذا الارتفاع حزام الكسوة الذي يتكون من 16 قطعة ويبلغ طوله 47 سنتيمترا وعرض 95 سنتيمترا، ومكتوب عليه بعض الآيات القرآنية ومحاطا بإطارين من الزخارف الإسلامية ومطرزا بتطريز بارز مغطى بسلك فضي مطلي بالذهب، كما تشمل الكسوة على ستارة باب الكعبة المصنوعة من الحرير الطبيعي الخالص والمبطنة بالقماش الخام، ويبلغ ارتفاعها 7.5 أمتار وعرضها 4 أمتار، ومكتوب عليها آيات قرآنية وزخارف إسلامية ومطرزة تطريزا بارزا مغطى بأسلاك الفضة المطلية بالذهب. ويتم تغيير كسوة الكعبة المشرفة مرة واحدة سنويا خلال موسم الحج في التاسع من شهر ذي الحجة الموافق يوم عرفة، حيث يتم إزالتها من الكعبة وتقطيعها إلى قطع صغيرة وإهداؤها إلى كبار الشخصيات في العالم الإسلامي، بينما الكسوة الداخلية للكعبة ذات اللون الأخضر فلا تستبدل إلا على فترات متباعدة لعدم تعرضها للعوامل الجوية، مما يساعد على حمايتها وتماسكها لفترات طويلة.